بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم طلابنا الأعزاء في المحاضرة التالية دي رقم 8، اللي هي يعتبر آخر محاضرة في موضوع الناتشرال ريسبونس بتاع سكند أوردر ار ال سي سيركت. دي هتبقى محاضرة قصيرة لأنها استكمال للموضوع السابق، ويليها إن شاء الله محاضرة تانية قصيرة على الستيب ريسبونس، على اعتبار الموضوعين دول مش متوقع يبقى فيهم كلام كتير، الكلام احنا قلناه بالتفصيل في المحاضرات السابقة. النهاردة هنتناول الحالة الثالثة اللي بيكون ممكن يكون عليها الريسبونس بتاع الـ RLC Parallel Circuit في حالة لما مفيش سبلاي، اللي بنسميها Natural Response. زي المعتاد بنعمل مراجعة كده سريعة على شكل الحل اللي عندنا. في حالة الناتشرال سيركت اللي بتبقى مكونة من R و L و C من غير ما يكون في سبلاي، بتبقى الدايرة قدامنا بالشكل ده، بنعبر عنها بدلالة التيرمينال فولتج في شكل الديفرنشال ايكويشن اللي قدامنا. وعشان نستكمل تعريف المشكلة اللي قدامنا، لازم يكون متوفر الانيشال كونديشنز اللي بتبقى المسألة تحت تأثيرهم طول العمل بتاعهم. هم بيبقوا موجودين في الانيشال صحيح، ولكن بيأثروا على طول فترة الترانزيانت ريسبونس اللي موجود عندنا. الانيشال كونديشنز بتتوفر من دوائر أخرى مش واضحة قدامنا في الرسمة اللي قدامنا دي. بتحليلات بسيطة يعني وصلنا لشكل ستاندرد بالمنظر اللي قدامنا ده. في تو فاكتورز أساسيين وحاكمين في أداء الدايرة، اللي هما ألفا وأوميجا نود. ألفا سميناها دامبنج فاكتور، وأوميجا نود سميناها ريزونانت فريكونسي. التو فاكتورز دول بيحددوا طبيعة الحل. الحل بوجه عام بياخد الشكل اللي قدامنا ده، اللي هو A1 في E أس أس 1 T زائد A2 E أس أس 2 T. وإس 1 وإس 2 بيجوا من الروتس بتاع الكاركترستيك إيكويشن اللي بتستنبط من المعادلة من الشكل اللي أمامنا ده. والروتس دول بتحدد طبيعة الحل، إذا كان أوفر دامبد لو كانت ألفا أكبر من أوميجا نود، أندر دامبد لو حصل العكس ألفا أقل من أوميجا نود، وكريتيكال دامبد اللي هو موضوع اللقاء بتاعنا النهارده، حينما يتساوى الاثنين ويبقى اللي تحت الجذر ده بصفر. في كل الأحوال عندنا A1 و A2 دول ثوابت بتتحدد بالانيشال كونديشنز المعطاه في المسأله. ان جنرال مسمينها A1 و A2، لكن على حسب طبيعه الحل كنوع من التوضيح الفروق يعني بنسمي الثوابت ديت باسماء اخرى، ولكن هي في النهايه هما ثابتين ايا كان التسميه، فهم ثابتين بيتم حسابهم من الاثنين انيشال كونديشنز اللي موجودين عندنا. الحالة بقى الكريتيكالي دامبد اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، الكلام اللي فات ده كلام عام وبدأنا بيه الحالتين اللي فاتوا، وبدأنا برضو بيه الحالة الحالية اللي هي عندما البارامترز بتاع السيركت تحقق ان الفا بتساوي اوميجا نود او الفا تربيع بتساوي اوميجا نود تربيع. حالة التساوي ديت هتخلي المقدارين اللي تحت الجذر بصفر، ومن ثم التو روتس يبقوا متساويين وريال مش كومبلكس. فعندنا اس 1 هتساوي اس 2 هتبقى هو نفسها الالفا اللي هي ماينس 1 على 2 ار سي. الحل هنا سبيشال شويه، فمش بنعوض مباشره بالاس 1 واس 2 في الجنرال سوليوشن، ولكن الحل ده باعتباره حل يعني في المنطقه الفاصله ما بين الاوفر دامبد والاندر دامبد، فرياضيا ما بينفعش الصورة بتاعت أحد الحلين الأوفر أو الأندر، ولكن رياضيا بنقول إن الحل بياخد الشكل اللي قدامنا، ثابت دي واحد مضروب في تي الزمن بدأ يظهر في شكل المعادلة نفسها، مضروبة في أس ماينس ألفا تي زائد دي 2 من غير بقى ما نضرب فيها الزمن في أس ماينس ألفا تي. الكلام ده طبعا مثبت رياضيا وله يعني تفسيراته الرياضية اللي احنا بنطبقها دلوقتي. يبقى ده الحل اللي موجود عندنا. الحل اللي قدامنا ده زي ما احنا متفقين ان الثوابت بتاعت الحل اللي هنا بقى اسمها دي 1 ودي 2 بنحسبها من الانيشال كونديشنز بنفس السيكونس الجنرال اللي احنا قلناه خالص في البدايه قبل ما نتكلم على اي حاله من الحالات، وطبقناه في الحالتين اللي فاتت وبنطبقهم
بنطبقه برضو في الحالة اللي معانا هنا، ان الانيشال كونديشن الاولى اللي هي منعوض عن تايم تي بيساوي صفر في المعادلة، يبقى المقدار ده في نود. لو عوضنا هنا هيطلع عندنا دي 2 بس هي اللي موجودة، دي 1 مش هتظهر. وبالمثل دي في باي دي تي لما نعوض عن تايم تي بيساوي صفر هتساوي من المعادلة ديت هتساوي دي 1 ناقص الفا دي 2. في نفس الوقت دي في باي دي تي بتساوي اي سي على الكاباسيتنس سي عند تايم تي بيساوي صفر، والاي سي عباره عن المجموع بتاع التيارات الاخرى بتطبيق قانون كيرشوف للتيارات، فان مجموع الثلاث تيارات الاي سي والاي ار والاي ال هيساوي الاي اس. الاي ار عن تايم تي بيساوي صفر عباره عن بي او عن تايم تي بيساوي صفر على الار، والاي ال عن تايم تي بيساوي صفر هي الانيشال كرنت اللي في الانيشال كونديشن، ودي السبلاي لو كان في سبلاي، وبالتالي بنقول عليها بتبقى زيرو لو ناتشرال ريسبونس. الحاجه اللي احنا بنقوله دلوقتي بالجمل اللي احنا بنضعها هنا بتخلي كل الاناليسز اللي احنا تناولناه في المسائل السابقه في الثلاث حالات، الحالتين اللي فاتوا والحالتين دول، بمنتهى السهوله ننتقل الى حاله الستيب ريسبونس. لما نيجي ننتقل لحاله الستيب ريسبونس ما هو الا اضافه السبلاي الجديد اللي هيتحط عندنا في المكان المناسب بتاعه، يتحول اللي احنا بندرسه ده كله لانه يبقى ستيب ريسبونس. علشان نوضح الموضوع هناخد اكزامبل سريع، والاكزامبل الحقيقه مشتق من الاكزامبل اللي فات، ده اكزامبل 8 5 من الكتاب. ان في الاكزامبل اللي فات افترضنا الريزيستنس مش موجوده وبنفس قيم الاندكتنس والكاباسيتنس والانيشال كونديشنز، عايزين نحسب الار التي تجعل السيستم كريتيكالي دامبد، ومن ثم نجيب المطلبين اللي احنا طلبناهم قبل كده اللي هو التيرمينال فولتج، ونعمل بلوتنج بس هنا حاطين الرينج من 0 ل 7 مللي ثانيه زي ما هنشوف ان هو ده الرينج اللي هيبقى مناسب للحل. في عشان نحل المساله في البريفيوس اكزامبل كان عندنا ال ب 8 هنري والسي ب 8 مايكرو فاراد او 0.125 مايكرو فاراد، والانيشال فولتج بصفر، والانيشال كارنت بماينس 12 وربع ملي امبير. الكميات ديت كافيه جدا ان احنا نوجد الحل. لو احنا عايزين نجيب الشروط او الريزيستنس اللي تخلي السيستم كريتيكالي دامبد بنطبق في الكريتيريا بتاعت الكريتيكالي دامبد اللي هي الفا بتساوي اوميجا نود. البارامترز اللي عندنا المعطاه اللي هي ال وسي تقدر تجيب لنا الالفا، بتقدر تجيب لنا الاوميجا نود، ومن ثم عرفنا الالفا ومن ثم نقدر نعرف الريزيستنس. الموضوع بسيط جدا ومباشر، اوميجا نود نفس القيمه اللي جت في المساله اللي فاتت، لان هنا الريزيستنس ما لهاش دخل في تحديد الاوميجا نود. هنا نطبقها في العلاقه بتاعه تساوي الفا نود مع اوميجا نود مع الفا، والفا في الحاله ديت او في حاله البارلل عباره عن 1 2 ار سي. بالتعويض بالارقام هيطلع لنا الريزيستنس 4000 اوم. يبقى اذا الريزيستنس 4000 اوم دي حاله الكريتيكال دامبد، لو زادت عن كده دخل في الاندر دامبد، لو قلت عن كده دخل في الاوفر دامبد. نطبق بقى الانيشال كونديشنز اللي موجوده عندنا بالكلام السيستماتيك اللي احنا ذكرناه. هنلاقي عندنا تعويض الانيشال فولتج بيدينا الدي 2 زي ما قلنا، والانيشال فولتج بصفر يبقى اذا دي 2 بصفر. التعويض ب عشان نستفيد من الانيشال كونديشن الثانيه يبقى تفاضل الجهد بالنسبه للتايم هيساوي 1 على سي، والاثنين عند نفس الزمن اللي هي 0. الطرف اليمين او الشكل اليمين ده بيجي من التفاضل بتاع الشكل الجنرال اللي احنا جبناه، والشكل اللي على اليمين ده الشكل اللي على الشمال ده هو اللي بيجيب من التفاضل، والشكل اللي على اليمين بيجي من تطبيق قانون كيرشوف للتيار. هنا بقى مفيش سبلاي فمش حاطين الاي او لانها ناتشرال ريسبونس عندنا. الارقام كلها متاحه دلوقتي، كلها متاحه عشان نقدر نحسب الدي 1. لما بنطبق الكلام ده نقدر نجيب الدي 1، الدي 1 يطلع ب 98000 فولت بير سكند. تلاحظ الدي 1 اللي هي مضروبه في تي، فاليونت بتاعتها فولت بير سكند لانها تنضرب في تي بعد كده، مش فولت زي دي 2، دي 2 بيبقى فولت.
خلاص بقى عندي دي واحد ودي اتنين، خلاص المسألة كده اتحلت يعني، بنعوض في الحل اللي عندنا الشكل الجنرال بتاع الاندر دامبد بتاع الكريتيكال دامبد، وما يتعوض بالارقام يطلع عندنا الحل اللي ايه اللي بالمنظر اللي قدامنا ده، الفي تي 98000 في تي في اي اس ماينس الفا تي. عملية البلوتنج بقى اظن احنا يعني اتكلمنا فيها كتير، وايجادها مهمة المفروض نتمرن عليها كويس، هتطلع في النهاية بالشكل ده. هو قايلنا من 0 ل 7 مللي ثانية، ممكن تعمل جدول 1 2 3 4 5 6 لغاية 7 وخلاص عملت اللي عليك، ولكن الحقيقة مش هيطلع لك الحل دقيق بما فيه الكفاية، وهتبذل مجهود كبير ويطلع الحل مش دقيق بشكل كبير، لأن شوف عند الواحد مللي ثانية عند 2 مللي ثانية هتلاقي المنطقة دي مش باينة، لو انت اكتفيت بالواحد والاثنين والصفر والثلاثة وهكذا هتلاقي في منطقة كده مش باين السلوك بتاعها ايه، هيبقى يعني بالسنس كده هتقدر تعملها، لكن عشان يكون الموضوع يعني اكثر دقة بنقول بنفاضل المعادلة دي وبنساويها بالصفر ونجيب منها التايم اللي عنده دي في باي دي تي بيساوي صفر اللي هي النقطة دي. هنلاقي التايم ده محصور ما بين واحد واثنين على حسب الشكل اللي قدامنا كده، نشوف قيمته قد ايه ونعوض هنا، هيدينا المقدار ده كذا و30 فولت ويناظر واحد وشويه ملي ثانيه. النقطه دي الحقيقه دي مع نقطه البدايه اللي هي صفر بطبيعه الحال من الانيشال كونديشن، ومع الانفينيتي لما تقول الانفينيتي الحقيقه عشان تحصل على ما تقول الانفينيتي المساله مش بسهوله، لان دي هتبقى مساله نهايات، هتلاقي الفولت بس من فهمنا الفيزيكال بيهيفير بتاع الدايره، فالجهد بيقول الى الصفر احنا فاهمينها دي، فالنقطه دي والنقطه دي وبيقول الى الصفر بيدونا شكل عام. ممكن بقى تقوم تجيب عند واحد تجيب عند اثنين واربعه وسبعه اللي هو عايزها يبقوا كافيين، مش هتحتاج تجيب كل النقاط طالما انت كنت من المهاره انك تقدر تحدد النقاط اللي لها أهمية خاصة زي نقاط النهايات العظمى أو الصغرى أو التقاطع مع المحور بتاع الزمن، كل دي نقاط بتخليك تقدر تشوف الريسبونس بشكل أقرب للحقيقة من غير ما تحسب حسابات كثيرة. طبعا لو أنت بتعملها برنامج بالكمبيوتر ما بتشغلش بالك قوي بكده، بتديله احسب لي من الصفر لغاية السبعة، مش واحد اتنين تلاتة بقى، لا ده الكمبيوتر هو اللي يشتغل، خليها كل واحد من 10 كل واحد من 100، فتطلع لك الايه ريسبونس بالشكل السموث الحقيقي اللي احنا شايفينه قدامنا. بالطريقه دي بنكون انتهينا من كلامنا عن الناتشرال ريسبونس بتاع البارلل ار ال سي سيركتس. يتبقى لنا الحديث عن الستيب ريسبونس. المفترض ان احنا كمان بندرس السيريز ار ال سي، ولكن لظروف الراهنه ممكن ان احنا نكتفي بالبارلل ار ال سي سواء ناتشرال او ستيب، وان شاء الله يبقوا مفهومين بشكل جيد. شكرا جزيلا ونشوفكم بخير.